هسه عدنا موضوع desaturation of the chin. يعني شين desaturate؟ احنا نعرف عندنا مصطلحين saturated و unsaturated. unsaturated شو معنى saturated؟ معناتها انه فاتي اسيد يحتوي، انه الفاتي اسيد مشبع، يعني ما يحتوي على اصلا مزدوجة، no double bond, doesn't have double bond. بينما ال unsaturated يعني غير مشبع، يعني متى يكون غير مشبع؟ انه يحتوي على اصلا مزدوجة، تمام؟ يعني يكون يحتوي half double bond. هذا الفرق بين ال saturated وال unsaturated. فهنا يقول لك الحيوانات ال animal كان synthesis fatty acid contain only one saturated. يعني بصورة عامة الكائنات، يعني الحيوانات أو الكائنات والإنسان، هذين شي يقدرون؟ يقدرون يصنعون fatty acid يحتوي فقط على one unsaturated bond، يعني يحتوي على أصلا مزدوجة فقط واحدة. احنا نعرف انه unsaturated قد تكون مونو وقد تكون داي وقد تكون بولي، يعني قد تكون اثنين دبل بوند، او قد تكون ثلاثة او اربعة او خمسة او واي، وقد تكون فقط وحدة. فالانسان، الانسان يقدر يصنع دبل بوند وحدة، يعني يقدر يصنع unsaturated تحتوي على دبل بوند وحدة، وموقعها وين يكون؟ بين التسعة والعشرة. فهنا desaturation، شنو desaturation؟ يعني احنا صنعنا مساعة، صنعناها البالمتيول، البالمتيك والستيرك صنعناهن يكون شنو؟ saturated مشبعة، ما يحتوين على اثر مزدوجة. فانا اريد ان ازيلن التشبع مالهن واخليهن شنو؟ unsaturated، يعني شريدا اريد احط لهن double bond. فهنا desaturation of the chin, the cell of the liver and the adipose tissue contain the necessary enzyme for conversion on steric. يعني وين تحدث هاي العملية؟ تحدث بالليفر وين؟ بالأديبوس تشو. ليش؟ لأن الليفر والأديبوس تشو يحتوون على انزيم، الأنزيمات المعينة اللي تحول للبالمتيول والستيرويل اللي تكون ساتوريتد، المن تحولت يحولنهن إلى أنساتوريتد بالمتيول والأوليول اللي هو ياهو الستيرك الستيرويل، تحولهن المن من saturated الى unsaturated. وين يحدث؟ بالليفر والأديبوس تشو. ليش؟ لان الليفر والأديبوس تشو راح يحتوون على الانزيمات اللي حول saturated الى unsaturated. This enzyme called mixed function oxidase. شنو اسم الانزيم اللي يحول لي؟ يسمونه oxidases هو اللي يحول saturated الى unsaturated. فهنا شوف، يقول لك عندك هاي السلسله اللي خلي هي، خلينا نشوف هاي قد تكون بالمتيول او الستيرك. اكو دبل بوند؟ شوف اكو دبل بوند؟ لا ماكو دبل بوند، ماكو اصلا مزدوجه، فاريد احوله الى تحتوي على اصلا مزدوجه. فايش راح احتاج؟ راح احتاج مركب يسمونه اوكسيدايز اللي هو هذا الانزيم، واحتاج او2. من اسمه اوكسيدايز يعني شنو؟ يعني احتاج او2، يعني راح استخدم اكسجين. كذلك يحتاج ان اي دي بي اتش تتحول ان اي دي بي على مود تنتج لي هاي السلسله. شوف هاي السلسلة، شوف بيها دبل بوند؟ ايه شفت كم دبل بوند؟ وحدة لو اثنين؟ وحدة فقط، one only one. يعني يقول لك هذا الرياكشن اوكيور وين؟ بالاندوبلازميك ريتيكولم والسيتوبلازم. ها يعني هذا يقدر يحدث وين؟ بالاندوبلازميك ريتيكولم اللي هي الشبكة البلازمية، وين؟ بالسيتوبلازم ايضا. وين يحدث؟ بالمامالز، يعني بالثدييات اللي من ضمنها الانسان. يقول لك هذا الانزيم كان only desaturate، يعني شوف هاي المعلومة مهمة توي قلتها، انه هو كان only يعني يستطيع فقط انه يسوي desaturate، يعني يحول saturate الى unsaturate مع دبل بوند وحدة. انه هاي دبل بوند وين تحدث؟ بين سي 9 وسي 10. لذلك هو يكون ما قادر ينتج بولي unsaturated fatty acid. شنو بولي unsaturated؟ يعني يحتوان على هواي دبل بوند، قد تكون 4 5 هواية. هاي البولي unsaturated دبل بوند هي نفسها الإزينشال فاتي أسيد. هي شنو الإزينشال فاتي أسيد؟ إحنا غير قلنا أكو عندنا إزينشال فاتي أسيد ونن إزينشال فاتي أسيد. الإزينشال ما تصنع بالجسم، نحصلها بالغذاء. نن إزينشال تحصل يعني نقدر نصنعها بالجسم. فالإزينشال هي نفسها البولي unsaturated فاتي أسيد. البولي unsaturated ما تقدر تصنعها بالجسم. ليش؟ لأن الجسم يضيف saturated ويضيف دبل بوند وحدة. فيعني هذا سبب إنه الإزينشال ما أقدر أصنعها بالجسم، لأن ما أقدر أضيفن أكثر من فاتي أسيد واحدة. بينما الإزينشال هي عبارة عن بولي unsaturated فاتي أسيد.